النهارده حبيت ان هو يكون يوم مختلف. عايزه بقى تعملي الاكله دي النهارده، عايزه تعمليها بكره، بس هي لمه اكله لمه. اللي هنعمله ايه النهارده؟ هنعمل رنجه وفسيخ. يعني ايه رنجه وفسيخ؟ يعني هنشوف النهارده الرنجه هنعملها بايه. ناس كتير قوي تقول لك ايه، انا بحب الفسيخ بس ما بحبش ريحته، اصل انا بحبه بس ما بحبش الزفاره بتاعته. مؤيدين كتير للرنجه تقول لك لا انا اكل رنجه، انا رنجاوي مش فسيخاوي. وفي ناس تقول لك ايه، لا انا رنجاوي فسيخاوي مع بعض. في ناس تقول لك ايه، لا ما بحبش الرنجه اصل ما طعمها ما بتبقاش حلوه قوي، انا اكل فسيخ بس. في ناس بالنسبه لها الفسيخ ده عشق، وفي ناس تانية تقول لك لا 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 ايه اللي بتاكلوه ده. فالناس اللي هي بتاعت لا 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 وليع والكلام ده كله ما لهمش اي علاقه بحلقتنا النهارده. النهارده هنعمل زي ما قلت لكم رنجه وفسيخ، هنشوف طريقه خليهم، هنشوف طريقه نقدمها بيها ان انت ما تمديش ايدك فيها لو انت عندك ضيوف او عامله يوم الجمعه مثلا كده اكله او ساعه شم النسيم، ان انت توضبي حاجتك كلها وتحطيها في علب ويا دوب تاني يوم على التقديم. اكله الرنجه والفسيخ عارفين ان زفارتها كتير. طيب لما باجي انضف او يكون عندي اكله رنجه وفسيخ وعندي لمه، علشان ما تضايقيش نفسك وتقعدي تصبيني وتقعدي تعملي ويبقى ريحه المطبخ مش نظيفه والكلام ده كله، حاجه بسيطه جدا، بتجيبي كيس اسود من اللي هم الاكياس اللي هي بتاعت الباسكت ديت، بتفتحيها او ورق جرايد بس الافضل طبعا الكيس، وبتفتحيه على ترابيزه، بتغلفي الترابيزه بالكيس الكبير ده، وبتبداي ان انت تنضفي وترصي في اطباق فل اللي هي البيضه اللي احنا بنفرز فيها. ليه بعمل كده؟ اولا وساعه التقديم وانت بتقدمي الاكل قدميه برده على اطباق فل. خلي الكوبايات اللي هتشربي فيها كوبايات بلاستيك. اسمعوا مني صدقوني والله العظيم، يعني الحاجه دي سعرها مش غالي بس في نفس الوقت انت اللي هترتاحي. وانت بتنضفي مثلا عندك العزومه بكره مثلا يوم الجمعه، عندكم الخير كله يا رب. قعدتي النهارده حطيتي فردتي الكيس الكبير ده وبدات ان انت تنضفي وترصي في اطباق فل. تنضفي وترصي البطارخ لوحدها، الرنجه المخليه لوحدها، الفسيخ لوحده لو هتسيبيه سليم زي ما هو كده، هتعمليه مخلي وهتضربيه في الكبه عشان يبقى مهروك، برده بتقسمي كله في اطباق فل. وبعد كده بتروحي قلعي الجوانتي لما الليله دي كلها رميها في الباسكت الزباله، والاطباق اللي انت عملتي فيها عليها طبق تاني جوه كيس ثلاجه، وفي الثلاجه من تحت نضفي البصل ونفس النظام، يتنضف كله ويتغسل ويتلف في مناديل ويتحط في كيس. الجرجير نفس النظام، الليمون بتغسليه وبتحطيه على جنب نفس النظام، حاجتك كلها بتوضبيها قبلها بيوم. طيب جينا تاني يوم بقى للعزومه اللي هي بتاعه الرنجه والفسيخ او ساعه شم النسيم او في لمه اكله على الرنجه والفسيخ. طيب بنعمل ايه؟ بتطلعي تقسمي الحاجات دي في الاطباق نفسها، في الاطباق اللي هي الفل دي، ما تطلعيش اطباق من النيش، ما تطلعيش اطباق من المطبقيه علشان الزفاره والكلام ده كله. هي الحاجه الوحيده اللي بتتداول وانت بتنضفي السكينه. ولو هتنضفي عندك بصل او جرجير او حاجات من الخضار هتنضفيها، ابداي نضفي بالسكينه الاول الخضار ده وبعد كده خش على الحاجات الزفر. يبقى هو كل اللي هتصبنيه السكينه، ما بهدلتيش اي حاجه ثانيه علشان ما تبقاش هم تنظيف الاكله او توضيبها يبقى تقيل على قلبك. جينا بقى لليوم التاني، اكياس من دي او اللي هو المشمع اللي بيتباع في الاسواق اللي هو بالمتر دوت، المتر مش غالي، بتفرشيه على الترابيزه او على الارض لو انتوا هتاكلوا في الارض او على السفره الكبيره، بتفرشي المشمع من اوله لاخره، بتحطي السفره كلها او الترابيزه كلها اطباق من اللي هي الفل البيضه دي بتقدمي فيها، وبتحطي الكوبايات اللي هي البيضه البلاستيك الشفافه او اللي هي الثقيله على الترابيزه. وبعد كده معاكي ازازتين ميه او ثلاثه موجودين علشان مجرد ما هتستخدميهم دول هيترموا. وغير كده حاطه شفشق او شفشقين فيهم ميه، معاهم مكعبات ثلج، معاهم ورق نعناع، ومعاهم شرايح ليمون. الليمون يتغسل اللي هو الاضاليا الكبير ده، او لو ما عندكيش الكبير ده تروحي جايبه الصغير مقطعاه شرايح حطاه في الشفاشق بتاعت الميه مع مكعبات ثلج وورق نعناع يكون مغسول كويس قوي، وتمليها وتحطيها. خلي الميه اللي بتتشرب طول الاكله هي الميه ام نعناع وليمون. ليه؟ فايدتها اولا ما بتوجعش المعده، ثانيا ما تخليكيش يقولك ايه لا ما تشربيش ميه في وسط الاكل وانت بتاكلي الفسيخ علشان ما تعطشيش طول اليوم. الميه بالليمون بالنعناع حتى لو شربتيها في وسط الاكل خفيفه ما بتخليكيش تعطشي، فده برضو حاجه تبقى حطاها على الترابيزه وانت بتعملي اكله الفسيخ. خلصتوا الاكله بصحتين وعافيه، بتبقي ماسكه العيش من قبل ما بتبداي الزفاره تقطعيه ارباع ارباع وتحطيه في صينيه كده على الترابيزه، اللي ياخد ياخد ربع، مش هيضطر وهو ايده زفره ياخد رغيف كامل ويبدا يقطعه، كل حته منه والباقي يترمي. طبعا مش هتشيلي عيش زفر في الفريزر او في الثلاجه، خلاص هو الربع، الربع اتاخد خلص سحب غيره. الباقي خلصتوا الاكله، الباقي نضيف تشيليه في الفريزر او في الثلاجه زي ما هو. خلصت الاكله لميتي كل اللي فاضل من الاكل في علبه بلاستيك قفلتيها حطيتيها في الثلاجه، كل الاطباق في كيس من اكياس الزباله الكبيره او باسكت الزباله مع المشمع اللي انت عملتي فيه
انت خلصتي الاكله وخلصتي العزومه، المطبخ مش مليان مواعين زفره وشايله هم تنظيفها او غسلها، الدنيا عندك رايقه، كله اتلم. فحته اننا بنعمل اكله رنجه وفسيخ بتبقى تقيله على قلبنا وعلى قلبكم علشان التنظيف او علشان الزفاره اللي بعد كده، لا هو يوم تنظيف، تاني يوم كلتي لميتي كله رميتيه، الدنيا بتبقى نظيفه وزي الفل. طيب.